هي متعطشة لفوز بأكثر من هدف هنا بمدينة الدار البيضاء لبلوغ الدور القادم، والأمور كما أكدنا على ذلك بدأت تأخذ مأخذ الجد بالنسبة للفرق المؤهلة لكأس عصبة الأبطال الإفريقية في حالة مرور الرجاء بسلام من هذه أو من هذا الدور. سينازل الصفاقسي، الصفاقسي اللي كل يعني التكهنات تعطي مروره للدور القادم بحكم فوزه خارج قواعده. هذه طقوس إفريقيا يعني اعتدناها، هذه من الأشياء اللي يعني اعتدناها في المباريات اللي كتكون على المستوى الإفريقي.